مشاهدي فضائية الحقيقة الدولية، خلال زيارة للحقيقة الدولية ضمن أماكن تواجد البعثة الطبية نلتقي مع الدكتور عبد الله شرمان رئيس البعثة الأردنية الطبية للحجيج ل 2016. أهلا وسهلا بالحقيقة الدولية. دائما برنامج أو تلفزيون الحقيقة الدولية بيساعد الناس وبضع أيدي على همومهم، شكرا لهم مني ومن كل كوادر البعثة الطبية الأردنية. أما بالنسبة للنواحي الفنية فقد قسم العمل في البعثة الطبية الأردنية التي تتكون من 54 شخص إلى 3 عيادات، عيادة المدينة المنورة وقد انتهت مبارح، اجوا زملائنا في المدينة المنورة التحقوا بالبعثة الطبية وشافوا أو شاهدوا حوالي 600 حالة خلال الأربع أيام اللي بالعيادة، ثم قسم العمل في المكة من الكرامة إلى عيادتين، عيادة جرول وعيادة وقف عبد الله الناظر، وقسم الفريق إلى فريق متخصص في المرفقين، ثم بدت الأطباء بعلاج المرضى، وكل يوم براجعنا في العيادة بين 250 إلى 300 حالة في العيادة الأولى والعيادة الثانية. هذه الحالات تتراوح بين التهابات المجاري التنفسية العليا، الرشوحات، التهابات الجلدية، الآلام المفصلية، الأمراض المزمنة، لأنه معظم حجاجنا كبار السن لذلك بتعرضوا لأمراض مزمنة. العيادة مجهزة بأحدث الطرازات من الأجهزة والأدوية، والحمد لله شبابنا بسعوا إلى جعل الحجيج بصحة وعافية، ونتمنى لهم حجا مبرورا إن شاء الله. وشكرا للحقيقة الدولية. يا ريت نعرج على الوفيات خلال الأيام الماضية. الحالات الخطرة، شكرا على سؤالك، الحالات الخطرة احنا بنحولها بأمبولانس من المملكة العربية السعودية الشقيقة في الدفاع المدني، حولت 5 حالات، معظمها خرجت إلا حالتين، واحدة في مستشفى الملك فيصل، وتعرض زميل من زملائنا في البعثة الطبية الأردنية إلى نزيف بالدماغ، أدخل على أثرها المستشفى فيصل، ثم حول إلى مركز متخصص للأمراض الجهاز العصبي، والبارحة انتقل إلى الرفيق الأعلى، وإن شاء الله إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن شاء الله يكون في رواد الجنة. ماذا تنصح الأخوة الحجاج وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة؟ أولا أنصح الحجاج بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، لأنه درجة الحرارة عالية تفقدهم كميات من السوائل تؤثر على ضغط الدم، والانتباه للنظافة الشخصية لأنه التهابات الجلدية والالتهاب ما بين الفخذين كثير، لأنه حرارة الجسم عالية، لذلك النظافة الشخصية والتوجه عند الشعور بأي عرض من الأعراض، من الإرهاق، من التعب، من ألم الصدر خاصة، ومن الدوخة لأنه ممكن يكون ارتفاع بالسكر أو هبوط بالسكر أو آلام صدري ناتجة عن أمراض بالقلب، التوجه إلى بعثتنا ويفحص، وإن شاء الله يكون ما عنده شيء، لكن إذا كان في حالات خطرة يحول إلى المستشفى ويتابع من أخصائيين باطني من عندنا بالإضافة لأخصائيين في المملكة العربية السعودية. شكرا سيدي، شكرا. أنا ممرضة قانونية خارية نصار مع البعثة الطبية الأردنية، بكون بواجبي كممرضة قانونية مع البعثة في هذا الموقع، أنا مسؤولة التمريض هنا وبكون بعملي. احنا بنستقبل جميع الحالات اللي بتراجعنا، طبعا جميع الحالات أغلبها من الأمراض المزمنة أو الحالات اللي بتعرض لالتهابات لواز أو حلق أو نتيجة تقلبات الجو اللي بتصير والتغير اللي تغير عليهم الناس، والحمد لله يعني كل الحالات عندنا كويسة، وبنعطيهم العلاج اللي بلزمهم، وبنكون بواجبنا إن شاء الله نكون بواجبنا على أكمل وجه، إرضاء ربنا أول إيش بعدين إرضاء المرضى. وإحنا بنشكر الحقيقة الدولية على ضيافته ومعالي وزير الأوقاف، ويا سيدي أهلا وسهلا فيكم، وبننصح الحجاج قبل ما يتوجهوا لعرفات إنهم يلتزموا بأخذ علاجاتهم خاصة اللي عندهم الأمراض المزمنة اللي هي الضغط والسكري وأمراض القلب، لأنه ممكن الواحد يتعب، فإذا بأخذ علاجه قبل ما يتوجه لعرفات ويأخذ علاجاته معه مشان إذا احتاج منها إشي يأخذها هناك. وأهلا وسهلا فيكم. أحلام الأخرى، عشان إحنا هون بنغطي البعثة الطبية الأردنية، نصرف أدوية للحجاج اللي بيراجعوا على مدار 24 ساعة، تقريبا الأدوية كلها موجودة، بنوزع عليهم كمامات علشان الوقاية. أكثرية الأمراض اللي بتراجعنا هي الرشح والإسهال
والتهابات الرجلين من الطواف والسعي. بالاضافه للامراض المزمنه يعني اكثرتهم بيجوا وكون ادويتهم معهم، في عندنا ادويه مزمنه نصرف لهم اياهم. شكرا ونعزيكم بوفاه زميلكم الدكتور محمد. لكم تسلم يا رب، شكرا لك. إذا مشاهدي فضية الحقيقة الدولية، بالفعل هذه زيارة الحقيقة الدولية للبعثة الطبية، وبالفعل وجدنا طبعا عدد من المرضى مراجعين البعثة الطبية، وأيضا تواجد عدد من الأطباء والصيادلة ضمن أماكن تواجدهم. بالفعل هناك يعني توفر الأدوية بالإضافة إلى وجود الأطباء ضمن أماكن عملهم. للحقيقة الدولية البعثة الطبية من مكة المكرمة.